السلام عليكم. موعد توقيت مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 12 نقطة، ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الخامس برصيد 7 نقاط. وتوجه الأرجنتين البرازيل في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 على ملعب ماراكانا في تمام الساعة 1:30 صباحا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 3:30 صباحا بتوقيت مصر والسعودية والعراق إن شاء الله. ومن المنتظر نقل هذه المباراة على قناة SSC 1 HD بتعليق فادي العتيبي.